طبعا لازم نغير اللايف ستايل بعد عمليات نحت الجسم بالفيزر، لان في ناس كتير قوي بتعتقد ان دهون مش ترجع تاني، ودي معلومة غلط جدا. لازم نغير اللايف ستايل خاصة في النظام الغذائي والرياضة، لان طبعا الدهون ممكن ترجع تاني سواء في نفس الاماكن او اماكن تانية. علشان كده مهم جدا كل عيان عايز يعمل نحت الجسم بالفيزر بأكد عليه، مهم جدا بعد العملية عشان تحافظ على النتيجة وعلشان النتيجة تبقى مستمرة وتكون كمان افضل، لازم تمشي على الرجيم ولازم تلعب رياضة. وموضوع العضلات ده مهم قوي، خاصة الناس الرياضيين اللي عايز يقسم العضلات. صحيح احنا بنعمل نحت، لكن هل النحت بيطلع عضلة؟ لا، لكن هو بيرسم الخطوط بتاعت العضلة علشان لما بنكمل على الرياضة العضلة هنا تتقسم ويبان تفاصيلها احسن بكتير من قبل العملية.